جامعة محمد الخامس بالرباط شرعت في تقديم خدمة التعليم عن بعد من أجل تعويض الدروس الحضورية للمتمدرسين في سياق تدابير تم تفعيلها للوقاية من وباء كورونا. الجامعة حرصت على توثيق الدروس ونقلها عبر منصتها الرقمية الوطنية أو من خلال القناة الثقافية. اعتماد هذه المقاربة يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بعد قرار إغلاق جميع المؤسسات التعليمية وتوقيف الدراسة. هذه العملية سوف يكون لها عواقب في المستقبل، حيث أنها سوف تكون تقنية معتمدة جدا. هذه العملية بدأناها في كلية الآداب منذ أكثر من أسبوع، حيث أننا نضع أساتذة والشعاب تضع دروسها ومحاضرتها في منصة يمكن للطلبة الولوج إليها من تمارين ومحاضرات ودروس إلى غير ذلك. وتمت الاستعانة بمجموعة من المواد الرقمية الرامية إلى تسهيل تبليغ المعلومات والدروس لجميع الطلبة وتمكينهم من التحصيل المعرفي في المنازل بشكل عادي التزاما بالقرارات المتخذة لمحاربة تفشي جائحة كورونا.